الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، موضوع لقاه الله يوحوها تربية أما بربارنتا أولادا، وأنا لصوشا جاي أولادو إن يتهي نعمة يقلد إلهي سبحانه وتعالى وبحيو هبة إلهي بحيو، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. مركا هبة إلهي سبحانه وتعالى كسيي مسؤولية أيا كاسارا ونعمة نعمة إلهي سبحانه وتعالى كسيي. وحال الربا إن لغا شكريه وإلهي سبحانه وتعالى لوغا مهاد عليه شكري قاسنا معها أفكا كيرية وحوية إلهي سبحانه وتعالى سيد القرآن الكريم كاه قتل المامي إلهي سبحانه وتعالى مركو درية داكسيو إن هاد نقطة مد إلهي أغو شكريه أو آد كدكتو أو كد داشو إنه نغضه من إلهي سبحانه وتعالى أهو قاسد لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قاسوي قول كذلك مؤمنين تا إلهي ذرية صالحة هو نفسا هدا دي السيسو وكاقا شكرينيا مركا شكري قاسوحا أغوين أو أغو مهمسا إن إلهي سبحانه وتعالى من أهو قاسد لقدقو بيد الله سبحانه وتعالى أهو قاس المهاس يرمرك أورد شو وعلى شو يديس وكسو بحو وعلى الفطرة كل مولود يولد على الفطرة المكاس تاو حقود شا فطرة ذا يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي إنه وسمي سيهي إنه إلهي سبحانه وتعالى عبدوه قاسم لبدا والد أيام مركا كتو سنية ماشي ومري لها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لبدا والد أيام مركا مد مسلمة كدغية أما مد يهودية كدغية أما مد نصرانية كدغية أما ميد مجوسية هو دبك عابدة كدغية لبدا والد ساسو حديث كالليه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مركا علمه فطر كل شيء وديار سنيهي إنو إسلام يهي إنو إلهي أهو قانسمو بو سمي سنيهي لبدا والد دور كودة وحوية يغا أيا إسلام نمدي ساس كسي هين كره أما كدي كره نصراني قال أما يهودي قال أما مجوسي دبك عابدة أو سيدو ماركتي كوا نصرام تعابدة كوا دبك عابدة إيو هندوسكي وحاس وكالت كدي كره مركا هل كان مسؤولية وين باصارا والدينت وحاوه مهم سن أوكو صارا مركا إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة والدك كلا حساب تميو وحوي علمه أنكو سيي فطرة إسلام كقسم يسنا محاد كقبتي إنو فطرة إسلام كهيستو أو كسي بربارو أو كسي حوكسدو سوء نغضو مد إلهي أهو قانس محاد كقبتي محاد سيئادن كقبن هدو اللحظي أو أدوغو أد مسؤولية هذا قاليس أدوغ قال لي ما حقيت قول له مركا أرهنتو أرهن فضوط ماها إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة والدين تووي دينية لبدا والد آية دي شيخو دايو نوغو بلاوي قو أنفسكم وأهليكم نار أرهنتو أرهن فضوط ماها نفتينا إيو إهلكينا كبت بادية النار نارنا وحال لو قبت بادة إلهي سبحانه وتعالى لوه قانسمو ووضلي صلى الراعو
تاس بلي إلهي سبحانه وتعالى نفتينا يؤبدكينا كبد بادية كوحا لقبد بادو وإسلانم هي إيمان هي إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسا كيس تاسو يتن لقبد بادا تاسونا إلهي سبحانه وتعالى لبدا والد ويريه المهاس وحصارا إني نركبت بادية المهي وانكو سيي وادوي ديستي نعمدي وانكو غن نعمي قلدي وانكو سيي وانكو هبيي وحو كسمي سيهي فطرة إنو إلهي عابدو كسمي سيهي أديق وحلقة الروائنات كبر بارسو أدكو وضو أدكو كرسو كان إلى لسو وضدي حميد يهودي نمدا إيا نصراني نمدا إيا مجوسي نمدا أدكا إلى لسو قضب كاسور توينا سلا فهمنا هو يضا يا أبو يجا مسؤول كأه إن يكو إلى ليان إسلام كأي عقيدة ديسا إن يكا إلى ليان وح الله لا يوحي أهجا منك ما أهر سيدي كره قال نمو إيو وضداد كو لابو سيدي مركا والدكو وقو إلى لين كرا إنو ين المهاسو كلاحا وضدا وحصارا جوابتو وحوية وحصارا انتي اوديسا الهي سبحانه وتعالى سيدا بني ادم كا دمان واجباتك وكواجبيه وانت اوديسا هينو دداله بالا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن انت تبرتيسا هو انو كدداله انو عقيده ذا كوهي صدح الرموي وحا ان كهضرينا او شيخ الدنعاء ويوسف اللحيه واه دنكي يعني قوت كيسي يو هوي كيسي يو هو كيسي وحاس هدي لقاها الله يواجب ويتهاي والد كنا بدنا به هو أرهن مقطع أن دردارا بدن أباهنين ماشى دردارا كعلوس أباها وحوي عقيدة ديسي عبادة ديسا هي أخلاق ديس صدح لاسو والدين تو هيك كوبنت دين تو وعقيده إلهي الرومين تيس إيمانك وعباده صلاتي صونكي زكادي ما ذكرك إلهي قرآنك آخرين تيسي عبادوي لو عبادستو هي أخلاق أخلاق دي إسلامك وهذا الكوان أكسن كفوغان شاها أنشح حن عايدة حمانتا نميمدا لازمدا صبرك طلقاتك إحسانك كفوا أنشها حقدك حسدك يعني حتى ولا ليس يجرج يا بي أدين مركز هذا حلاق له وحنا كوب يا آيات كأن كوارك كرنه أيضا بدن يلو شكينا يعني. إلهي سبحانه وتعالى وحلي هي نبي عيسى عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هذا آيات أو في رصدة أرنت وحي عني لها عبي لها ركا وهم يقع مرارك قارك وغفك كو أن دعوذو إني كم مشغولين يسو يا عبادة دي صلاة دي إخلاق دي يا عقيدة دي علمها ومحانا كو كو عبي لها من رادين إياه كبستي وعني لها وانكو مشغول سنهاي صلاتي سوى حبك ما أوغي صومتي سوى حبك ما أوغي عبادتي سوى قرآنك سوى حبك ما أوغي مقبول ما إلهي سبحانه وتعالى وحب الله لا نسألك الرزق نحن نرزقك أكو أن دعونا هدو رزق وانك كما شكول سنة هاي رزق وكو ما نقاض لكن وحال الربا إنا تفرته أو كو صبرته أو كو جوكتيسه أو كو كنتراشه صلاة وأه أم العبادات عبادة أردن أصل كذا صباح دي متو كذي مصوك عي ظهر كي متو كذي حقيق كتو كذي عصر كي متو كذي الماس واصطبر على تاسو جوكتين وي متو كتي
دورك ما تكتي عصرك ما تكتي مغربك ما تكتي أذكارتي ما أخرصتي سندي ما تكتي عشيه ما تكتي جوكتي انت واتاس. ولذلك آيات أسمرك يسودك يا علماء وحيلي النبي عليه الصلاة والسلام صبح والبفجر كور قل رقاق قل فاضمة قبليس يا رضي الله عنها يا علي بن أبي طالب ونكي ذاها وكو قايدين الصلاة 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 قل لي والنبي عليه الصلاة والسلام حنا إلهي بأوعلي وأمر أهلك بالصلاة أهلك يسيوي قبلي سي ننكي ذا يعررتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكر كشيء يقول يهبينك مركو صلاة الليل كوقعه أيوك عنجر يدتك وأهل كيس حاس كيس علمي الصلاة 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 وديج صلادي 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 ولول بيكو هيس أمر بيكو هيس صاص على الربا واحد. لذلك إله سبحانه وتعالى نغش كينا يانك صالحة ونكسنا يا لقمان نليه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعور يا شيخ وحوي صلاة دي. أقم الصلاة يا بني سي قروح بضن أنا حريص لبقو شيء كورنا وحوص وشيغي عقيدة ده يا إيمانك إلهي سبحانه وتعالى رمي وحا وقوه الرأي وقومهم سن أي تال غارب عقيدة دي سينا. يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم. شرك جي كفر جي بوجد جي كذبنا عبادة جي بفرية كذبنا أخلاق جي بفرية. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك حتى صوه هذا اللي هابو الشقية ما بريع عطك أنا قيل ضي بدن إيوه إن هذا مرة بدن قريقي ماشي سومالي سوق شو حليه قيلهم بقي يريس يري عرور تضم يا إلهنا سبحانه وتعالى واغضض من صوتك يا مرك هو يدي يا أبيه لفت قضاء الرواء إن إلمها قدوة أقولنا قضاء عطك إن هو صلودي هذا السقي لا هذا عطك هو صلودي أدي عطك سدوا قاضي أو قيلنا ما نتضم وريري يا وحبار يدعو يسكو داري يا ايو كوبان كاغسين ايو وان كدلي ايو سوم بان كو قادن ايو البا كاغون من دي بان كو قادن وكو كلا جري عرب كان كاجري دكتان كاجري ما انت دن هذا ترى ايو قيلو ويو بوق تربية دا نوع ايضا ما سي قبو بو اغو شيغ ايا ويلكي سي مركو سوكوري وحاوي ايا مركا صدح لاس الرموت با وأرمها الرمين حوق الله صار عقيدة ديس قيلو يدل إيا قراعك اللي قادنا معها أو ضدك قاركود أي مارك تي مرر بضن كوهد بان أم ليان إن إلمه توسينيسو وحبدن ما توسيسو قيلو ده بضن إيو قراع بضن أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام قريه إيسا عرور بكنو لانجر تعرور نولها النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة هو هاويل النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة أيوه قبي وحاسسك هو يوين كم بضاهيد رضي الله عنها ويلك سيدة شينا أقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام سوكري أبو سلم أرد الله مركا مركي عنتضى وحسان كشاكينا يحولي ويل يربو ها كوريا مركي حيارض الله صادقه هذا هو الميرو يا كوسارت ماشي سارنتها هيرب كيرو حق سارني مرق حق سارني وقع أنتي سساس وديه وحقه قد ضفي وحقه كقاذن حقه كقاذن يا مركا النبي عليه السلام سقبه ويقع أنتي كما دفن ضربة حكا مدانا تقول عنا كان الميرو ساسو كلا قع أنتي سميل أدي مركا سو كجس وقوي لا بد إن دوت ما تاسو حما 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 تربية سو حنا مبرتو مركا النبي عليه السلام حكير يا غلام يا غلام ويليو سمي غلام كويل كيربا لي هذا كريجا تدوجر سيدي تونجر كوي تونجر وليان قاكر يا غلام سم الله ما ندو بسم الله ده وكل مما يليك يا ماشي كو حيرتنا كعون لا وحلي يا عمر ابن ابي سلمة لحدا تضبات من وين مركو النقضي إلا مالك النبي عليه الصلاة والسلام
yaa uu i baray sida wax loo cuno sidii un baan u cunaa yaa sami illaah wakul biyamiinika wakul mima yaliik ilmaheenna hadda qaar baa bidix laiskaga cunaayo waalidku waxa laga yaabaa inaanu ku baraarugin marar badan waa arrin fudud buu isidka leeyahay kuma baraarugayo ilmihi koobka biyaha baad usoo dhigaysaa macaanaha bidixdu ku cabaayaa waa inaad markiiba u sheegtaa kul biyamiinika midigta ku cab maandhow maandhow midigta ku cab yaa midigta ku cab ha fududaysan aysdhihin hadhow qof weyn weeyo hadhow maya isagoo weyn baad arkaysaa nin weyn oo maaragtay bidixda ku cabaaya yaa bidixda wax ku cabaya maxaa dhacay gacantiisuna uma baran labana barin markiu yaraabaan lagu ababin marka tarbiyadii iyo akhlaaqdiina saas ugu xajiyay caqiidadiina uu ugu horreysiyey waxaan rabaa haddii wasaa'ishiina taa ka tilmaamay khata arrimo badan oo khatar ah waalidiintuna aanay ku baraarugin marar badan gaar ahaana hooyooyinka weliba inaan idiin tilmaamo walaalayaa ilmahaas inaad adigu caqiidada ku tarbiyayso oo ku ababiso oo diintii barto oo qur'aankii barto horta ixsaanka ugu weyn baad u samaysay khayrka ugu weynna waad siisay laakiin waalidiinta qaarkood waxay u malayaan dee cilmiga maadiga ah keliya xoog saaridiisa inay tahay midda uu wanaag ugu samayn karo keliya oo ixsaan ilmaha ugu fali karo siuu mustaqbalka u shaqaysto buu leeyahay nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin bal khayrkii xaggee lagu sheegay markaa diinta soo maa barashadeedi bau khayrkii nebigu calayhi salatu wasalaam ku sheegaya kow mar labaad xadiis kale khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waa idinku khayr badan waxa weeye kan qur'aanka barta oo bara ma dhihi karin miyaa calayhi salaatu wasalaam khayrukum ya man tacallama aطiba wacallamahu ma dhihi karin miya ma dhihi karin man tacallama alhandasata wacallamahu ma dhihi karin miya man tacallama qiyaadata aطaa'ira nolosha waxyaalo badan oo udiifooyina sababtu waxay tahay sida sheekhu haddaa idin yidhi adduunyada horta waa marxalo gaaban labo risiqeedu waa la kafaalo qaada saddex bani aadamka isagaanba in loo tilmaamo u baahna inuu sidau ku shaqaysan lahaa kolli uu shaqaysan laakiin aakhirada iyo mustaqbalkii weynaa wuxuu ku badbaadi lahaa taasaa muhiima in loo sheego tan waa sannado waa wax kooban waa xayaat caajila man kaana yuriidu alcaajila tacajalnaa lahu fiiha maa nashaa liman nuriid وmن أراad الآkhiرaة وsعa لaha سعyaha وهو مؤمن فأولaئiكa kaana سعyهم مشكuرا war مشكuر lama dhiinmo adduunya wa iska imanaysaa wii ilahay ku qoray waad helaysa marka nebigu عalيه السلام khayrkii halkaasuu ku sheegay inagii khayrkii intaan labadiiba ilowno meel kale aan khayr ka raadino ma soconayso sheekh cali waxba ay soo fiirinin culimmada anaa qaatay waqtigoodii sheekh waxa ii soo reebay sheekh mustafa iyo sheekh sheekh cabdirashiid soo saas maaha jo marka waxaan idin leeyahay walaalayaal masalan hadda ilmaha waxaad arkaysaa wax badan iskuulla ajnabi iyo iskuulla iskuulka ka qaalisan yahay baa dadku walaadiintu la hadayaan dhulka carabaha waa jirtaa muslimiinta qaarkood waa jirta iskuulla gaalo furatay iskuulkii muslimka ahaa ama kii dugsiga ahaana waa lagala ordaaya madrasada ugu hooseysa oo islaamka baa ka fiican madrasada ugu qaalisan ya oo gaalnimada ilmahaas haddii uu meeshaa fikir gaalnimo ka qaato iyo caqiide gaalnimona waalidka loo soo istaaga hooyada iyo aabbaha loo soo istaaji doono wallaahi aladii laa ilaaha gayru intaad lacag ku bixisay gaalnimo cunugaaga ama fikirkiisa la kharibo baa lagu soo istaajin yowma alqiyaama aad ha loo digtoonaado aad ha loo digtoonaado gliishu ibranaa abu ibranaa ikhtaruu noqonaa kanuu noqonaa laa qur'aan walaa caqiida walaa akhlaaq walaa fiqh ina uu dam ka yahay wallaahi aladii laa ilaaha gayruhu khatar baynu markaa ku jirnaa yowma alqiyaama inay noos xisaabin bal iska daa ilaahay subxana wa taala inuu ga xisaabtama isaga laftigiisa ilmahaas
يوم القيامة مركو رنت أركو أنجو قرت نقول دقيا والدك هو يد يابو هلك كل دقيا إذن كمسؤول هاي ما حد يجو جيسين معلن قاله هو مسكح يد قال ما كشوا ما حد يجو جين ويدين كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنام برضو كاسة إلهي إذن فراي يوم القيامة حجة هاي ستا هذا القرآن كي كتابك إلهي أحد إلهو أنا واجب كي وقصوبة علمي كلام مادي هاد وخدر سكر ولا مادي ده أنا ما هنا ديده يعلمي كلام مادي لكن ولا ريال وين كهر ريسا قرآن كوين كهر ريا عقيدة دي سوين كهر ريسا دينتي وين كهر ريسا تربية دي سوين كهر ريسا هذا واحد نصه بحي رب دنا ويسكول له قال لي دقنايا ما رب ما رتب هالك دقنايا ما تيجي دقنايا لكن قرآن دمك دين دمك فقه دمك تربية إسلامية دمك قبل هو وين هذي أو دقنايا دمك بينو صباحي وانا هويد يا ابا ولغا هويد ولي بيني كنت ترتي سوترادو مايا سكول كا قاليسن كاسا لغي كاسا كا قاليسن كاسا غينين لعقت انت كبدن بان كبخينا ماركا تربيهداس وا لغو هوغيا يوم القيامه صالح كصبح ما اديونو كخسارسا قيامه ايو كي كنت عين لها صالح انا وتكويدي هلغا دكتونا دان لهي الله سبحانه وتعالى توفيق لنا وافجي جزاكم الله خيرا وبارك الله.